انا شخصيه الالماني شاب من منطقه عشوائيه، شاب زي اي شاب في الدنيا عنده طموح، الظروف بتقف ضده. بنقول من الفيلم ان في عندنا طاقه بشريه ضخمه جدا في العشوائيات اللي هي الشباب دي، لو اهتمنا بيهم ونميناهم هيساعدوا في دفع مصر للامام. فهم يجب ان الولاد دول ياخدوا خطوه، ويجب ان الحكومه تمد لهم محمد. طب تريد استقبال بقى الناس النهارده ليك؟ انا مبسوط جدا الحمد لله. انا في رايي ان الجمهور ده هو النجم، وانا اللي سعيت ان انا اوصل له. النجم ما بيتعبش، انا تعبت عشان اوصل للناس دي، فبحمد ربنا وبقول يا رب ربنا يقدرنا. شكرا. انا بعمل سعيد ايكا صديق الالماني زي ما شفت كده، ومتعرض لمراحل ومتعرض لحاجات بتثبت للناس ان البلطجي ما اتولدش من بطن امه بلطجي. البلطجي اتعرض لظروف علشان يبقى بلطجي بالشكل دوت، زي ما انت شفت برضو نهايه الفيلم، وزي ما شفت احنا تعبنا قوي في تصوير الفيلم. صورنا في الحطابه، وصورنا في سوريا، وصورنا في شوارع 6 اكتوبر في عز الحر زي ما انت شايفه، في التراب بتاع التونسي. فطبعا الحمد لله ان ربنا نصرنا يعني، وعجبنا الناس والناس حبت الفكره. فرحت جدا لما عرفت ان الفيلم بتاعنا واخد اقبال من الناس قبل ما ينزل على الفيسبوك. الناس بتقعد تسالني في الشارع الفيلم فين، الفيلم امتى. فالحمد لله ان انا لاحظت حب الناس للفيلم، التجربه نفسها. ويا رب ان شاء الله يعني. وايه رايك في استقبال الجماهير ليك بقى النهارده؟ الحمد لله، والله شيء لا انا متوقعه ولا متخيله، لا عدد ولا استقبال ولا في الظروف اللي احنا فيها دي، فكويس جدا. وبعد الفيلم لقيت الناس حابه انها تروح تاني وتالت. انا هجيب اخويا، انا هجيب اختي. واحد قابلني راجل عجوز يعني على السلم، قال لي يا ابني انا بشكرك بالنيابه عن اي رب اسره. قلت له لا يا عم. قال لي علشان الفيلم الحمد لله ما بياخدش حياء حد، ما فيهوش الفاظ خارجه، يخليني اجيب اختي وبنتي ومراتي نتفرج على الفيلم، فده شيء لطيف يعني. انا في الفيلم الاغنيه بتاعتي دي بتعبر عن حاره شعبيه، حاره عجيبه طبعا، عن التجديد يعني. فعملتها تجديد بمرحله من التصوير فيكو، والحمد لله يعني عملت معايا رقم كاسه او مصر المناطق الشعبيه. فالحمد لله بقت اغنيه جميله قوي، الناس كلها مبسوطه بيها قوي. المهرجان او مهرجان لسه معايا في الفيلم. طب غني لنا بقى جزء منه. يعني بص الصوت يا عم انت وهو، وانت يا ست خش جوه، وانت يا ست خش جوه. الصوت يا عالم يا راحه، يا ما نفسي ادوق طعم الراحه، يا ما نفسي اعزل بصراحه. حارتنا دي حاره عجيبه، كل يوم عامله مصيبه، زيته وزحمه وضحك الزار. يا ريت تراعوا حقي، راجع من الشغل متضايق مخنوق يا عالم مش وقابلنا انا عبد الرايق. قال لي فاطمه وشلبيه خدت حاجتها البلديه، عم سعيد العجلات ساب المهنه بقالات، الست نبويه مريضه لو ياسين حتتنا. الست نبويه اشتغل ما كده شغل نداله، وهروح اجيب الكلام. ربنا يوفق كل الناس ويسعدك، وانا بحييك قوي وبحيي الست. ميرسي قوي قوي. ولا هو اسم الفيلم، انا دايما بقول الالماني الحاجه الكويسه، ميد ان جيرماني هي احسن حاجه احنا بنشتريها. انا بشتري حاجه ميد ان جيرماني وانا مغمض. في واحد اسمه الالماني كويس برضه في البلطجه لدرجه ان هو بقى الماني، يعني فائق الجوده زي ما بيقولوا. بس اخترت الفيلم عشان الاسم عشان كده. طب قولوا لي بقى عن استقبال الجمهور النهارده للفيلم. والله انا سعيد جدا باستقبال الناس يعني، بصراحه رد فعلا ما كنتش متوقعه، كنت مرعوب من استقبال الناس. الحمد لله ربنا كرمني الحمد لله. يا ترى ايه تاني جديد عندك؟ والله انا جديد، انا مستني بس اجازه اقيم التجربه دي واشوف ايه كويس وايه وحش فيها، اشوف هعمل ايه في الفيلم. محتاج اجازه. ميرسي قوي يا انا ما عنديش دور في الفيلم. ايوه الاغنيه. انا عندي جنوه، بس الجنوه حاجه سكريبت الفيلم عموما او القصه بتاعت الفيلم. الحمد لله ربنا وفقني فيها جدا بفضل الله، واكيد حضراتكم حسيتوا ده من الناس في الشارع. الحمد لله رب العالمين. الجنوه كلام الاستاذ عماد عبيد، الحان الاستاذ وليد عبد العظيم، توزيع الاستاذ تامر صقر، مهندس صوت الاستاذ محمد فؤاد. فضل بقى طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع للمخرج الجميل الاستاذ علاء شريف وصاحبي وحبيبي النجم محمد رمضان. طب تقولي بقى لاستقبال الجمهور النهارده ليك؟ الحمد لله لاستقبال الجمهور كان جميل جدا، وشعب مصر ما بيضحكش عليه، شعب مصر